السخاوي هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الاصل المصري الامام الحافظ المشهور صاحب كتاب فتح المغيث بشرح الفيه الحديث الذي شرح فيه الفيه العراقي ومن مصنفاته ايضا المقاصد الحسنه في بيان كثير من الاحاديث المشتهره على الالسنه والضوء اللامع لاهل القرن التاسع والتحفه اللطيفه في تاريخ المدينه الشريفه وغيرها توفي رحمه الله سنه اثنتين وتسعمائة من الهجره